انا ساره بليغ، مصممه ديكور 2010، خريجه 2010. عملت ماجستير في التصميم الداخلي. كانت كل الفكره عندي ان انا ازاي اعمل فصل يقدر يساهم في حد التسرب من التعليم، مش لازم نكون حتى ان هي يعني نحد منه تماما، ان احنا نساهم حتى في ان احنا نقلل منه. الفكره كلها جات لي عن طريق ان انا كنت اشتغلت فتره في مدارس اي جي ومدارس حكومه، يعني الاثنين كنت شغاله فيهم. جات لي فتره ان انا برسم في الحيطان عندهم والكلام ده، بقيت الاحظ ان في فرق يعني في المستوى رهيب. فده اللي خلاني مش عايزه افكر بس ان انا ابني فصل، لا انا عايزه كمان اوصل ليهم، اللي مش قادر يروح، اللي مش معاه فلوس يروح، اللي المكان خطر ان هو يروح، انا عايزه اروح له بقى. فالفكرة عبارة ان انا عملت زي كرفان كده، نفس الكرفان اللي هو بعرض اللي هو بيمشي في الشارع زي العرض العادي جدا اللي ممكن اي عربية تمشي في الشارع، وان هو يكون بيتطبق ويتفرق. خدت بقى من دراسة المجال بتاعي، التخصص بتاعي نفسه، عن طريق بقى مقاسات الكرسي المظبوط، الالوان اللي تصلح ان هي تصلح النفسية بتاعت الطفل ده، مساحات الشباك والإضاءة، التهوية ازاي، الحاجات كلها اللي تصلح ان هي تكون كبيئة مثالية للطفل في التعليم. احنا بنتمنى بقى ان هو فعلا يعني الفتره الجايه ان هو فعلا يتنفذ بقى، يبقى على ارض الواقع، بحيث بقى ان هو فعلا يفيد بقى الناس، ما يبقاش زي اي رساله بتحصل علميه تتحط في الرف وخلاص بقى ومحدش يعرف عنها حاجه يعني.